إن أعظم المسيرات في التاريخ هي تلك التي تزحف فيها الأمم صوب الحرية، كما أن مشروعية الحق في أن نكون أحراراً هي في بديهيتها كمشروعية إشراق الشمس واعتلائها البهي للأفق، وكمشروعية جريان النيل وهو يحمل الحياة بين دفقاته. سأكون حراً فقط عندما يسقط عن كاهلي عبء مساومة الضرار، مساومة الأمن والاستقرار بالحرية. فلا الأمن ولا الاستقرار سيضيئان سماء تلبدت بغيم الاستبداد وعتمته الكثيفة. سأكون حراً فقط عندما نتساوى في الحقوق والواجبات والفرص، عندما يحيد عنف الدولة، وعندما تتساقط الأسنان الناصعة من أفواه القادة الذين ما ظلوا كذباً يحدثوننا عن الحرية. سأكون حراً فقط عندما نستخدم الأفواه والأقلام عوضاً عن المدافع والبنادق، عندما يبعث الموت من قبور الشهداء ليمزق كل أكاذيب الاستبداد الوطني التي سطرت بالدماء والدموع على صفحات التاريخ. إلى أمتنا المجيدة في كل ربوع البلاد دون قصر أو استثناء، إلى الطلاب والمعلمين، إلى المزارعين والجنود والعمال، إلى الشيوخ والنساء والطليعة الناشئة في الآجال، إن الحرية شرط الازدهار. سنكون أحراراً فقط عندما تعبر إدارة الدولة عن إرادة الأمة التي تحمل حلمها عبر تدافع ديمقراطي عادل ترجح فيه كفة الإرادة الحرة على كفة الأرتال الحربية. إن الطريق طويل، ولكننا حتماً لا محالة سنصمد وسنعبر وسننتصر.